الله أكبر. قائد عملية اقتحام كتيبة الصواريخ أبو خطاب، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. روح يا بشار، مالك حزان تحمي صاروخ، روح. بإذن الله جاي لك يا بشار بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. عاد مجاهدينا والثوار الذين شاركوا في تحرير هذه الكتيبة من هؤلاء الخونة وإخراجها خارج الخدمة لكي لا يقتل الشعب فيها. انظروا هذا الطاغية الذي جعلنا نحرق عتادنا وسلاحنا وأرضنا، كان يدمر أهلنا على هذا الصاروخ. Let me do an eye.